بنصف الساعة الأخيرة من مناظرتنا لهذه الأمسية، وسأعطي فضيلة الشيخ هشام 5 دقائق للرد، وبعدها أعطي 5 دقائق أخرى للأخ كريشن، وبعدين سأفتح كتب التليفونات لدقائق معدودة، وبعد أن ننتهي برنامج اليوم. فضيلة الشيخ تفضل معك 5 دقائق للتعقيب على موضوع اليوم. شكرا يا أخي. طبعا أنا حقيقة تفاجأت، أنا أول مرة أدخل على الآرامية وما متوقع أنه هكذا مهاترات، لأن الدين هو دين محبة وأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. على كل حال نفوض أمرنا إلى الله وندخل في هذا الابتلاء. أولا مساحتي جدا ضيقة، ليش؟ لأن هو يهاجم نبيي وأنا أحب نبيه لا أهاجمه، فإذا لا أستطيع أن أقذف نبيه مثل ما يقذف نبيي. هاي وحدة. اثنين، أنا أدعو إلى الوئام وإلى التعايش السلمي، وهو يدعو إلى الفرقة والمنابذة والشحناء والبغضاء. ثلاثة، أنا حينما أقول بأن الإسلام جاء ليطهر الأرض من المنافقين ومن أعداء الله من أمثال هذا الرجل، الحقيقة الإسلام يريد أن يقارع أعداء موسى وعيسى، فنحن ندافع عن موسى وندافع عن عيسى ونحارب أعداءهم من الذين يدعون اليهودية أو يدعون النصرانية. نحن ندافع عن موسى وعيسى سلام الله عليه. ثلاثة، أن أريد أن أسألك يا أخي، لأن مساحتي جدا ضيقة، أريد أن أسألك بأن عيسى عليه السلام هل هو عابد أم معبود؟ ألم يقل أني أعبد ربي، أعبد أبي، أعبد، أصلي إلى الله؟ قل لي أين تقول التوراة والإنجيل بأن الله يصلي لعيسى؟ أسألك بالله وأسأل الله أن يظهر الحق بهذه الليلة بحق عيسى ابن مريم وأمه العذراء، من يعبد الآخر؟ عيسى يعبد الله أم الله يعبد عيسى؟ لذلك يا أخي ارجع إلى ضميرك، ارجع إلى عقلك، وكف عن التهجم أيها الحاقد، أيها الصهيوني. ما هذا الحقد والكراهية؟ أنا أتعجب والله أن المسيحية بريئة منك ومن أمثالك، وإن الآرامية هي أكبر من أن تخرج أناسا مثلك. لا أستطيع أن أتهجم على عيسى ولا على موسى وأنت تهاجم نبيي. بعدين أنه أصلا هو الموضوع بأساسه ليس بعادل، لأن نبينا محمد، فتريدني أن أستسلم إلى كفرك، إلى حقدك، إلى نقافك، إلى نفاقك، إلى صهيونيتك؟ يا أخي ما هذه المزعطة، ما هذه المهزلة؟ والله إنه ظلم، اللهم اشهد. على كل حال أنا أدافع عن مبادئ عيسى ومبادئ موسى ومبادئ محمد، لأنها كلها واحدة، ولكن هنالك بعض التغييرات، لأن البشرية كل 500 سنة أو تحتاج إلى تغيير. أن القاعدة المتشابهة هو عبادة الله الواحد الأحد، لا تكفر أحد. نحن لا نكفر اليهود ولا النصارى الذين يتبعون عيسى وموسى، ولكن لا نحب الذين خرجوا عن جادة عيسى وموسى ونقاتلهم كما نقاتل المنافقين المارقين من الذين يدعون الإسلام، الإرهابيين مثلا نحن نقاتلهم وإن يدعون الإسلام، وكذلك من الصهيونية سوف لن نقذف مكتوف الأيدي وهم يهينون التوراة ويهينون الإنجيل. فلذلك نحن المسلمون، وأقولها بملء فمي، ندافع عن محمد وندافع عن عيسى وندافع عن موسى وندافع عن إبراهيم، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وإن الله واحد. قل لي بربك كيف ممكن أن يكون الله واحدا وهو ثلاثة؟ لا تقول ثالثة ثلاثة يا أخي، ارجعوا إلى فطرتكم. هذا موضوع آخر فضيلة الشيخ، هذا موضوع آخر. شكرا جزيلا. كل ما أريد أن أأتي بنقطة أيوه. في كتابكم ترجعني إلى كتابي، وحتى عنوان موضوعكم هو تشكيك بنبيي، أين الإنصاف والعدالة أيها المسيحيون؟ ما عشان هيك أعطيناك الوقت عشان ترد على هذا الموضوع. طيب أعطي الفرصة للأخ كريشن كمان معك 5 دقائق عشان ننهي بها البرنامج اليوم، تفضل.
الشيخ الحسيني يبكي وهو الذي وافق على عنوان الموضوع. إذا كنت لا توافق لا توافق، لماذا أتيت؟ أنت تبكي لأجلك، ثم الآن الجميع سمعك وأنت تكذب. أنت قلت نحن لا نكفر المسيحيين، أنا أقول لك هذه ليست شتيمة يا كذاب. تقرأ معي سورة المائدة الآية رقم 73 وهي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما إلى آخر الآية. كيف تكذب على الناس وهناك ملايين يسمعونك وتقول نحن لا نكفر المسيحيين؟ وأنت الآن قد سألتني كيف تقولون أن ربكم ثلاثة ثم تقول أنكم لا تكفرون، أي أنك تعنينا أنك تتكلم عنا، فأنت يا شيخ كذاب وأنا لا أشتم. هذه صفة موجودة فيك وقد ضبطت بالجرم متلبسا، وقد قلت من لحظة نحن لا نكفر والقرآن أمامك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلا إذا كنت خارج عن ملة الإسلام ولا تعترف بهذه الآية. ثم أنك قلت بأنه سوف تطهر العالم، أنتم مسلمون سوف تطهرون العالم من أمثالي من الأمثال من المسيحيين واليهود، يعني أنك تقول بأنكم سوف تذبحون وتقتلون، وتتكلم عن السلام والإخاء لمجرد أني لم أوافق معك أنت تهدد بالقتل وبالتطهير، التطهير العرقي التطهير الديني، أنت قلتها وسمعتها والكل يشهد عليها. يا شيخ أنت تبكي وأنت تنادي يعني بصراحة في وعاء الكذب. أنا سألتك هل أجاز رسولك التقية؟ هل سمح لك بالكذب؟ نحن موضوعنا هل محمد رسول أم لا؟ أنت كل يعني من كل دقيقة تقفز إلى موضوع آخر وإذ بك تهرب وتحاول الهرب. أنا سألتك سؤال بسيط، ماذا خلق الله أولا، الشجرة أم النجمة؟ لو كان أمامي طفل صغير لأجاب، لا تستطيع أن تجيب لأنك لو أجبت لفضحت محمد وكشفت أسراره وجعلته صراحة رسولا كذابا. ولكن أنت تستخدم التقية كي لا تجيب. أنت من تكلم عن عائشة وقلت لك ألستم أنتم من تشتموها؟ وأتمنى يعني ببساطة لو يسمح لي المحطة لوضعت عشرات التسجيلات، بل أمامي الآن يعني كتب شيعية وهي تتكلم عن عائشة ويشرحون كيف تقول الآية وقد صغت أيمانكما، صغت أيمانهم أي أنهم قد مات إلى الكفر، فهم يتهمون عائشة حتى أنها قتلت محمد. اذهب وشاهد فيديو الشيرازي، اذهب وشاهد الشيخ الحبيب وغيره 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 يقولون، وكل كتب المسلمين الشيعة تقول بأن عائشة وحفصة هم الذين قتلوا محمد. وأنت كتابك يقول بأن محمد معصوم من الناس، وأنتم تقولون أن عائشة هي مجرمة وعائشة هي شريرة، فكيف يكون معصوما من الناس وإذ بالله يوقع به بامرأة شريرة كهذه، وتتهمونها بأنها شريرة وتقول أن محمد معصوم، بل أنكم امتددتم بالعصمة فجعلتم أولاد محمد معصومون، وبالتالي فأنتم من ألحتم البشر. أن الشيعة يقوم على حديث يقول بأن محمد قال أترك معكم كتابي وعترة أهل البيت، أي أن الإسلام لدى الشيعة يعتمد على شيئين، القرآن وأفراد أهل البيت، أي أنكم ألهتوهم فأصبحوا الله على الأرض، فكنا بمحمد واحد فأصبحنا بمحمدات، كنا بعلي واحد أصبحنا بعليات، كنا بآية الله واحدة فأصبحنا بآيات. فأنت حتى أنكم سميتم البشر آيات، آية الله الخامنئي، آية الله السيستاني، لماذا هم آيات؟ هل لأنهم معصومون؟ نعم، لأنكم ألهتوهم وجعلتوهم فوق البشر، فهم لا يخطئون وهم لا يشركون ولهم يفعلون أي شيء آثم، وبالتالي أصبحوا فوق البشر. ولهذا أنت تأتي إلي وتقول نحن المسيح ألهنا المسيحيين ألهنا البشر، ولكن الحقيقة أنتم من ألهتم البشر. فالإسلام يقوم على ما قال الله وقال الرسول، وبعد ذلك أضاف عليها الشيعة وما قال أهل البيت، فأصبح الإسلام خبيصا، فلا نعلم من قال وماذا يقول، لدرجة أن القرآن ينسخ بالحديث. على سبيل المثال أنت كمسلم شيعي تتمتع وتقول لي أن هذا كتاب من عند الله، كيف يجيد رب المسلمين الاستمتاع بالنساء بنفع المال؟ أليس هذا هو الزنا بعينه؟ هل سمح موسى بالزنا؟ هل سمح المسيح بالزنا؟
هل سمحت أي شكرا أخي كريشن، وقتك قد انتهى، أنا راح أخذ مكالمة حاليا. شكرا أعزائي المشاهدين، انتظاركم على التليفون. أخ يوسف مساء الخير، تفضل.